عزيز مشاهد، وهو رئيس الأركان السابق للقوات البرية الجزائرية. أهلا بك جنرال، وسنبدأ معك من أهمية الخطوة التي يعني كشف هذه الشبكة، ما أهميته وما المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها يعني الاستخبارات الجزائرية من خلال هذه الشبكة، ويعني كيف يمكن لإسرائيل أن تخرق الأمن الجزائري بهذه الطريقة؟ يا سيدتي الفاضلة، الجزائر منذ 6 عقود وهي تتصدى وتجابه هذا التغلغل أو محاولة التغلغل الإسرائيلي في الجزائر. منذ الثورة، منذ سنة 56 إلى يومنا هذا، وإسرائيل حليفة الاستعمار القديم وحليفة الاستعمار الجديد، تعمل لخدمة المخطط الاستعماري القديم والجديد. سنة 56، بدءا من سنة 56، إسرائيل سلحت وكونت ميليشيات من المواطنين الجزائريين من أصحاب الدين اليهودي، ومنهم واحد منهم مشهور تعرفوه كل هو أنريكو ماسياس وبرنار أنري ليفي. هذو اثنين كانوا من العناصر اللي عملتهم وكونتهم إسرائيل ونظمتهم كي يساعدوا المستعمر في اغتيال بعض الرموز نتاع القيادات نتاع الثورة الجزائرية. سنة 63 وجدنا هذا النظام، هذا الكيان الصهيوني مع الاستعمار القديم الفرنسي دفعوا نظام المخزن لشن حرب 63 ضد الجزائر. ثم فيما بعد شاهدنا وحصلت وحدثت عملية تفجير باخرة محملة بالأسلحة سنة 64 في ميناء عنابة، هذه إسرائيل. لكن لماذا إسرائيل تفعل ذلك؟ لمواقف الجزائرية تجاه القضية الفلسطينية، ومواقف الجزائر تجاه القضية الصحراوية، ومواقف الجزائر مع المقاومة اللبنانية ومع كل الشعوب التي تحمي ولا تعمل على حماية استقلالها مثل مصر، مصر وسوريا وكل الدول التي قامت بالتصدي للمخطط الصهيوني في المنطقة العربية. احنا في هذه الألفية الجديدة عدة محاولات إسرائيلية استطاعت المصالح الأمنية أنها تجهضها، حدثت سنة 2010، 2011، 2013، عدة محاولات، ولكن ولله الحمد وبفضل يقظة وتعبئة المصالح الأمنية ووعي المواطن استطاعت كشف هذه المحاولات وأجهضت ولله في إطار الحمد. ما تحدثت عنه يعني سيادة الجنرال، سنذهب بهذا التقرير إلى السعي الإسرائيلي المستمر إلى زعزعة استقرار الجزائر، ويعود ذلك لوقوفها يعني كما سبق وذكرت إلى جانب الشعب الفلسطيني، إضافة إلى القوة الكبرى التي تمثلها الجزائر سياسيا وعسكريا في المنطقة. دلولة حديدان، رغم البعد الجغرافي بين الجزائر وإسرائيل إلا أنها قريبة وحاضرة بقوة في دائرة الاهتمام الإسرائيلي. اقتناص الاستخبارات الجزائرية شبكة تجسس في عمقها الجنوبي هو صد لواحدة من محاولات الاستخبارات الإسرائيلية التغلغل في النسيج الجزائري وضرب وحدته. الأسباب متعددة وممتدة عبر التاريخ بدءا من حرب 73. أليست الجزائر من قضت بقوتها العسكرية على مئات الجنود الإسرائيليين بوصفها ثاني قوة داعمة لمصر؟ آنذاك قال رئيس الأركان الإسرائيلي دافيد آل عازر لوزيرة الأمن الإسرائيلية جولدا ماهير إن الخسارة كانت نتيجة الاستهانة والاستهتار بالقوة الجزائرية. اعتقدنا أنهم سيفرون خوفا من عتادنا، لكنهم نصبوا لنا فخا وألحقوا بنا الخسارة. لم يشف ذلك غليل الرئيس الجزائري هواري بومدين، فقد وضع إسرائيل في قائمة أشد أعدائها، رافعا الشعار التاريخي المحفور في قلب كل جزائري: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.
أكمل بعده الرئيس الشادي بن زيد المسار باستقبال الزعيم الراحل ياسر عرفات في ثمانينيات القرن الماضي، وأعلن قيام الدولة الفلسطينية على أراضي الجزائر عام 88، وتمكين منظمة التحرير الفلسطينية من منصب مراقب في الأمم المتحدة. وتلك شوكة لا تزال عالقة في حق إسرائيل، فبها منعت من تمرير قوانين كثيرة لطمس الحق الفلسطيني على صعود عدة. في الحلقة الإسرائيلية على الجزائر أيضا، دهاء الدبلوماسية الجزائرية وتملصها من حضور توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية عام 94 لتوريطها كطرف عربي مطبع مع إسرائيل، عندما رفض وزير الخارجية الأسبق محمد الصالح دمبري حضور توقيع اتفاق وادي عربة. وظل دمبري الدبلوماسي المحنك عنوان عداء وخصومة للطرف الإسرائيلي في كل جلسات الدبلوماسية في جنيف. الجزائر مثلت أيضا واحدة من حلقات الوصل بين الأطراف الفلسطينية من خلال استقبال عدد من قيادات الفصائل. أمنيا، تتخوف إسرائيل دوما من تطور الترسانة العسكرية الجزائرية وتحاول التلصص على أدق تفاصيلها، فالجزائر تصر على رفض فكرة تطبيع وسط نسيج إقليمي تحاول فيه إسرائيل الدخول إليه، ولا سيما في المغرب عن طريق تطبيع ثقافي، وتونس عن طريق نسج علاقات دينية بطائفة اليهود في جزيرة جربة، وتلتزم فيه مصر باتفاقية كامب ديفيد. على أن الجزائر كشفت بوضوح عن خيار الاصطفافات لديها برفضها تصنيف حزب الله منظمة إرهابية ورفضها الانضمام إلى التحالف العربي لضرب اليمن، مفضلة خط روسيا إيران مركزا تطل من خلاله على سلاح المحور الموجه إلى قلب إسرائيل. جنرال، عفوا، يعني قبل أن نتحدث عن الأهداف والمعاني وكل ذلك، هل هناك من دلالة لأن تكون هذه الشبكة يعني تكشف في غرداية بشكل خاص، يعني أن تكون مقرها في غرداية؟ لا، ما هوش مقرها، ما هوش أولا لما ما لازمش نركزوا إلا على هذه الشبكة، هذه عدة شبكات تم كشفها والقضاء عليها سابقا، وتحمل كل الجنسيات، كان هناك جنسيات أوروبية وهناك أيضا للأسف جنسيات عربية. إحنا كم المصالح الأمنية كشفت عدة شبكات في السابق، فما علينا أن لا نركز فقط على إفريقيا. إفريقيا نعم، جيران الجنوب كانوا أعضاء في هذه الشبكة، ولكن هناك أيضا جيران الشمال. يعني الكشف عن هذه الإخوة جاونا من المشرق وأوروبيين. نعم. طب الكشف عن هذه الشبكات المستمر، هل يؤكد أن الجزائر عصية على إسرائيل؟ هذا صراع يا سيدتي لم يتوقف منذ 56 إلى يومنا هذا. لما نتكلم لك على 56، لا تنسيش باللي يتزامن مع العدوان الثلاثي على مصر. لما نتكلم على الصحراء الغربية سنة 75، لا ننسى باللي في سنة 75 هناك نادي كلوب سفاري نتاع المخابرات السعودية والمغربية والمصرية والروسية وإسرائيل اللي حضروا السفر السادات إلى القدس. لا ننسى باللي من أدخل فلسطين إلى الجامعة العربية هيئة الأمم المتحدة هي الجزائر. من الذي صنف الصهيونية كعنصرية وهي وتمييز عنصري هي الجزائر. من الذي أقصى وقطع العلاقات الإفريقية الدول الإفريقية مع إسرائيل هي الجزائر. كل هذه المواقف جعلت من الجزائر هدف للاستعمار القديم والجديد، وإسرائيل ما هي إلا أداة عندهم. سيدتي الفاضلة، احنا خاصة احنا بالنسبة لنا الرأي العام نتكلموا دائما، تتكلموا على اتفاقية سايكس بيكو. نعم. اتفاقية سايكس بيكو هذه قديمة، ولكن لازم نثريوها ونكملوها بوعد بلفور، ولا ننسى مخطط روجرز، لأن ما نشاهده اليوم، ما نعيشه اليوم في هذا في منطقتنا هي كلها تداعيات مخطط روجرز. إذا كان مخطط روجرز صدر في سنة 70،
ما كل ما حدث في العالم العربي بعد سنة هذه السنة رانا نشاهد في أثرها. هناك دول خلقت نتيجة مخطط روجرز. منطقة الخليج التي كانت خالية أخليناها من القواعد الأجنبية، الآن 14 قاعدة غربية أمريكية بريطانية فرنسية أسترالية موجودة هناك. إذن لا إحنا ما نركزوش النظر إلا على إسرائيل، نشوفوا ما الصراع الدولي كامل، وإسرائيل ما هي إلا أداة عنصر من العناصر المستخدمة من طرف هذا في هذا الصراع. طب أنا كنت سألتك يعني ما هي العوامل التي جعلت الجزائر عصية على الاختراق استخباريا وسياسيا؟ وعي شعبها، تعبئة شعبها، وصمود شعبها، وإيمان شعبها بقضيته وبالحق والعدل، وهذه هي اللي خلت عصية على إسرائيل والآخرين يعني حلفائها، ومنهم الاستعمار الجديد وعملاء نتاع المنطقة. نعم. طب